السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فكل عام وأنتم بخير. بمناسبة قدوم أو قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليكم وعلينا بالخير والتمكين لأمة الإسلام ولدين. طبعا بهذه المناسبة ستكون هذه آخر محاضرة لنا قبل العيد، وإن شاء الله تكون محاضرتنا بعد أسبوع العيد بإذن الله تعالى. إحنا توقفنا عند المسألة الرابعة من كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد في الطهارة. سنتحدث بمشيئة الله تعالى عن طهارة السؤر، حكم طهارة السؤر. هل السؤر طاهر أم نجس؟ ما السؤر؟ حين تعرف السؤر تقول هو الماء المتبقي في الإناء بعد الشراب، الماء المتبقي في الإناء، هذا هو السؤر. هل هذا السؤر طاهر أم نجس؟ بعد أن تشرب، أو بعد أن تشرب البهيمة، أو بعد أن يشرب أي حيوان حتى ولو لم يكن من البهائم، ما حكم طهارة هذا المتبقي من الإناء بعد شرب الإنسان أو الحيوان، سواء كان هذا الحيوان بهيمة الأنعام أو حيوان غير مأكول اللحم؟ بل وما الحكم إذا تحدثنا عن الماء المتبقي بعد شرب الإنسان المشرك؟ ما حكم الماء المتبقي من شرب المشرك؟ هل هو طاهر يجوز التطهير به، يعني طاهر مطهر، أم أنه طاهر غير مطهر، أم أنه أصلا ماء نجس لا يجوز به التطهير بحال؟ فهذه المسألة التي معنا في طهارة الأسرار، إذا حاولنا ترتيب أقوال الفقهاء فيها من الأعلى إلى الأدنى، أو من الأوسع إلى الأضيق، سنبدأ برواية الإمام مالك أو مشهور مذهب الإمام مالك، وهو أن الأسآر كلها طاهرة، أن الأسآر كلها طاهرة، أياً كان الماء المتبقي من الإناء، أياً كان من تبقاه، أو أياً كان الشارب منه أو المستعمل له، ما دام هذا الماء لم تقع فيه نجاسة عينية فهو ماء طهور، طاهر مطهر، يصح التطهير به على كل حال. هذه رواية مذهب الإمام مالك، أو كما قلت هو مشهور مذهب الإمام مالك، إنما يتبقى هذا هو أوسع شيء في هذه القضية، إن احنا نقول الأسآر كلها طاهرة تمام دون استثناء مطلقا، وبعدين ننزل للأضيق شوية نقول الأسآر كلها طاهرة عدا الخنزير، يبقى احنا كده بدأنا في التضييق، وهي رواية أخرى عن الإمام مالك. وبعدين نضيق شوية كمان نقول الأسآر كلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير، يبقى استثنينا المرة دي الخنزير والكلب. وبعدين ننزل شوية كمان ونقول أسآر السباع كلها طاهرة، الأسآر كلها طاهرة عدا سؤر السباع، الأسآر كلها طاهرة عدا سؤر السباع. وده رأي ابن القاسم التلميذ النجيب للإمام مالك رحمه الله تعالى. وبعدين نضيق شوية نقول كل حيوان غير مأكول اللحم فسؤره نجس، يبقى الأسآر كلها طاهرة عدا سؤر الحيوانات غير مأكولة اللحم، عدا سؤر الحيوانات غير مأكولة اللحم فإنها نجس.
وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. لماذا هذا الاختلاف بين الفقهاء في مسألة طهارة الأسعار، ولماذا هذا التوسعة وهذا التضييق بين بعض الفقهاء وبين البعض الآخر؟ عندما ننظر إلى هذه القضية نجد أن الفقهاء اختلفوا بسبب تعارض ظواهر النصوص مع القياس، هذا سبب. السبب الثاني الاختلاف في صحة بعض الآثار وضعفها، وبالتالي عندهم أصل معين، هذا الأصل عارضه أحاديث الآحاد، فكان الاختلاف بسبب هذا. وكان الاختلاف أيضا بسبب أن بعض الآثار بعض الأحاديث صحت عند بعض الفقهاء فقالوا بها، بينما بعض الأحاديث الأخرى لم تصح عند البعض الآخر فرفضها. نعم، نيجي للقضية الأولى وهي معارضة هذه الآثار للقياس. كلمة القياس هنا يا شباب معناها الأصل، معارضة الآثار للأصل، وهذا كثير في كلام ابن رشد إنه هو يعبر عن الأصل بكلمة القياس، إنما لا يريد به القياس الذي فيه إلحاق الفرع بأصله. على كل، ما هذا الأصل الذي عارضته الآثار أو النصوص؟ ما حكم الميتة؟ إذا قلت لكم ما حكم الميتة بصفة عامة؟ الميتة نجسة، إذا استثنينا ميتة الآدمي، لأن الله تعالى كرم الآدمي حيا وميتا، ولقد كرمنا بني آدم، إذا استثنينا ميتة الآدمي سنقول إن الميتة نجسة. طيب، ما الذي أحدث النجاسة في الميتة؟ هو الموت نفسه اللي هو يعبر عنه الفقهاء بحبس الرطوبات في هذه الميتة، لما ماتت احتبس فيها الدم واحتبست فيها الرطوبات فصارت نجسة بهذا. إذن لما كانت النجاسة تعمل عملها في الميتة بسبب كونها ميتة، كان العكس صحيحا، وهو أن الحياة تطهر جميع الأحياء، مش الموت ينجس جميع الأموات. إذن الحياة تطهر جميع الأحياء. لما كان السبب في نجاسة الموتى هو الموت، كان السبب في طهارة الأحياء هي الحياة، وبالتالي كل الحيوانات كلها طاهرة طبعا. ونعلم أن الإنسان مكرم، هو حي وطاهر حيا وميتا. نعم، وبالتالي لما كان هذا الأصل واضحا عند الفقهاء، وهو نترجمها بقى، هو أن الأصل في الأشياء الحية هو الطهارة، لما كان هذا الأصل واضحا عند الفقهاء إذن لا يمكن أن يعارض هذا الأصل إلا دليل قوي. وهذه طريقة الاستصحاب في كل أبواب الفقه، أنا برتكز على الأصل، حتى أهدم هذا الأصل لابد أن يهدم هذا الأصل بدليل قوي، والدليل القوي معناه الدليل الصريح الصحيح، فلو صريح ضعيف ما ينفعش، ولو صحيح ظني يعني موهم الدلالة محتمل الدلالة برضو ما ينفعش، ما يقدرش يهدم الأصل القوي. وبناء على ذلك لما كان هذا الأصل وهو أن الأصل في الأحياء الطهارة، لما كان هذا مرتكزا عند الفقهاء بدأوا ينظروا إلى النصوص ويبحثوا فيها أين النص القوي الذي يعارض هذا الأصل القوي فيهدمه، فوجدوا إن النصوص على رأسها قول الله تعالى إنما المشركون نجس، وفي الخنزير فإنه رجس، وحديث أبي هريرة في الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، وحديث الهرة طهور الهرة إذا التهور الهر إذا ولغ في إناء أحدكم أن يغسله مرة أو مرتين،
وحديث سيدنا عمر في السباع: لها ما شربت في بطونها ولنا ما بقي شراب طهور. كل هذه النصوص توقف الفقهاء أمامها حتى يبحثوا أين الدليل الذي يتوفر فيه الأمران حتى يهدم الأصل، أين الدليل الصحيح الصريح المتوفر في كل هذه النصوص حتى يهدم هذا الأصل. وبناء عليه جاء الإمام مالك، وجد أن كل هذه الأحاديث إما ضعيفة من حيث السند، وإما أنها صحيحة غير صريحة، وإما أنها صحيحة غير صريحة. إذن لم تستطع، يعني لم تقوى هذه الأدلة عند الإمام مالك أن تهدم الأصل. فقال في مشهور مذهبه إن كل الأحياء طاهرة، وبالتالي سؤر أي حي طاهر فيكون كل الأسآر طاهرة حتى سؤر الخنزير، في مشهور مذهب الإمام مالك. وحتى في كتبهم، في كتب المذهب عندهم ده المعتمد: الكلب طاهر والخنزير، كل هذا حال الحياة، حال الحياة. وخد بالك، لأن في مشكلة ممكن تقع فيها، وإحنا بنتكلم وبنقول إنه طاهر، إحنا بنتكلم في باب إيه يا شباب؟ في يعني الباب الكبير اللي إحنا بنتكلم فيه، باب إيه؟ الطهارات، صح؟ باب الطهارات، ما بنتكلمش في باب الطعام والشراب، صح؟ يعني معنى كلامنا ان الامام مالك بيقول ان هذه الاشياء طاهره، وان الخنزير طاهر حال الحياه، مش معنى كده ان المسلم يجي يذبح الخنزير ويطبخه وياكله، لان فرق شاسع بين كوننا نتحدث في الطهاره وبين كوننا نتحدث في مساله الاكل والشرب. لأن بعض الناس بيقول إن حتى الفيل ده هو جائز الأكل عند الإمام مالك، هذا خطأ، ليس المذهب على هذا، وليس المذهب على أكل السباع ولا شيء من السباع ولا الهر ولا الأشياء دي، كلها محرمة الأكل في مذهب الإمام مالك. إنما إحنا بنتكلم في الطهارة، يعني القطة الهرة اللي بتدخل عليك دي طاهرة ولا نجسة؟ ده الكلام. فما اجي اقول لك انها طاهرة مش معناها ان انت ممكن تسلقها وتعمل عليها شوربة وتاكلها. يبقى فرق شاسع بين قضية الطهارة وبين قضية الاكل. طيب، يبقى الامام مالك في المشهور عنه عرفنا كيف يفهم النصوص عندما يقول ان كل الحيوانات طاهرة وكل حي طاهر، يعني كل حي طاهر، دي قاعدة كده عند المالكية في المشهور. الرأي الثاني، وهو رواية أخرى عن الإمام مالك، إن كل الأسآر طاهرة عدا الخنزير، يبقى كل حي طاهر عدا سؤر الخنزير. ليه؟ لأن الخنزير على هذه الرواية نجس، هو النجس الوحيد. ليه؟ جاء بقى بالنصوص، قال فإنه رجس، والرجس معناه النجس، فيكون الخنزير نجسا. وما دمنا حكمنا على شيء حال حياته بالنجاسة كله من أوله إلى آخره، سنحكم بالضرورة أن سؤره نجس، لأن لعابه من كله، من جميعه، من جسده، ولعابه سيدخل الماء، إذن سيتنجس الماء. إذن أي إنسان سيحكم على حيوان إنه هو نجس من أوله إلى آخره، سيؤدي به القول إلى أن هذا الماء المتبقي من هذا الحيوان أيضا نجس. طيب، أمال في مشهور المذهب في الأول، ليه الإمام مالك ما أخدش بهذه الآية فإنه رجس؟ أصل فإنه رجس ليست صريحة، هو دليل صحيح متواتر قطعي الثبوت، لكن الآية ظنية الدلالة، حيث إن كلمة رجس تحتمل النجس كما فسرها بعض المفسرين، وتحتمل الذم بصفة عامة. يعني أقرب لك الموضوع أكثر، القرآن الكريم قال إيه في الأوثان، في الأصنام؟ فإنها رجس، صح؟ رجس.
طيب أما تفهم من الأصنام إنها رجس، هل تفهم منها إنها نجسة؟ ده حجر، حجر زيه زي أي حجر، زي العمود الرخام ده حجر. إنما تفهم منها الذم لكل هذه المعبودات من دون الله، ولا تفهم منها النجاسة. وبالتالي أما تطبق هذا على الآية، كلمة رجس تلاقيها تحتمل أكثر من احتمال، وليست صريحة في النجاسة. ولذلك كان مشهور المذهب إيه؟ إن كل حي طاهر. جينا للرواية، قلنا الرواية تأولت فإنه رجس وجعلته بمعنى النجاسة. طيب، يبقى ده الرأي الثاني للإمام مالك، إنه كل حي طاهر عدا الخنزير، وبالتالي كل الأسقار طاهرة عدا سؤر الخنزير. ها الرأي الثالث قلنا بتاع مين؟ بتاع الإمام الشافعي، إن كل طاهر عدا الكلب والخنزير. يا ترى الإمام الشافعي هيستدل على نجاسة الخنزير بإيه يا شباب؟ ليه القياس ليه؟ إحنا استدلنا للرواية بتاع الإمام مالك بإيه؟ بالآية. إذن الإمام الشافعي هيستدل لنجاسة الخنزير بالآية، فإنه رجس. يتبقى عنده نجاسة الكلب، يبدأ يبص على حديث سيدنا أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. يقول لما كان هذا الحديث يعظم العدد في النجاسة، كان ذلك دالا على نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، مش أي نجاسة. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال فليغسله سبعا، إذا ولغ الكلب في الإناء، شرب من الإناء الإنسان يغسله سبع مرات. فالإمام الشافعي قال ده تغليظ للنجاسة، وبالتالي دل ذلك على أن الكلب نجس، صح كده؟ وما دام الكلب نجس يبقى يكون سؤره لعابه المتولد منه نجس، فيكون ما شرب منه الكلب نجس. وبالمناسبة الكلب كله نجس عند الإمام الشافعي، يعني ليس اللعاب فقط الذي يدخل في الإناء. ولذلك إذا مست رطوبات الكلب أي شيء لابد أن يغسل سبعا على مشهور المذهب. يعني رطوبة الكلب، فرضنا ان الكلب فيه عرق، اهو ملوش علاقة باللعاب، اهو بعيد عن اللعاب، كلب فيه عرق على جسده، فمس ثيابك، الممسوس من ثيابك تغسله سبعا على مشهور المذهب. ليه؟ لأن المسألة مش مسألة اللعاب فقط، كل الكلب ناجس عند الإمام الشافعي. وهكذا إذا كان عرقه نجس من باب أولى هيكون بوله نجس من باب أولى هيكون دمه نجس، وبالتالي إذا مس أي طرف من أطراف الإنسان في هذه الحالة هيصبح نجس، يغسل المكان منه سبع مرات. لو الكلب ده هو نزل البحر وطلع وبعدين مسك برجله أو مسك بأي مكان فيه حتى ولو من غير اللعاب، فمسك السائل منه تنجس هذا المكان، أصبح هذا المكان نجسا. ليه؟ لأن الإمام الشافعي عنده الكلب كله من أوله إلى آخره نجس. بقول على مشهور المذهب، لا شك إن في وجه عند الشافعية ضعيف في المذهب، إن أنت تغسله مرة وخلاص، لو مس الثياب تغسل الثياب مرة ما دامت تطهرت، أهم حاجة ما يكونش الإناء، لأن الإناء بس اللي هو اللي هيغسل سبع. إنما بقول صحيح المذهب على إنه أي شيء مسه الكلب يغسل سبع، إحداهن بالتراب. نعم، يبقى الإمام الشافعي استدل على نجاسة الخنزير بالآية، واستدل على نجاسة الكلب بالآية بالحديث. تمام، نيجي لمن يقول إن السباع فقط هي النجسة، وهنا ده رأي ابن القاسم بيستثني الكلب والهر. يستثني ايه؟ بيستثني الكلب والقطة. يقول لك الكلب مش نجس. ليه الكلب مش نجس؟ هنا ابن هل يا شباب الكلب نجس عند المالكية؟ امال ايه اللي نجس عند المالكية؟
الخنزير في رواية ولا ده مشهور المذهب؟ إنما مشهور المذهب إنه كله طاهر. طب الكلب مش نجس ليه عند المالكية بالرغم من هذا الحديث الصحيح بتاع سيدنا أبو هريرة؟ هم ما كانوش عارفين صحته؟ كانوا عارفين صحته، إنما هنا برضو وجدوه ليس صريحا في الدلالة على النجاسة. ليه؟ لأن الحديث بيقول فاغسلوه سبعا، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. والإمام مالك يسأل نفسه سؤالا، لماذا سبعا؟ هل هذا دليل على النجاسة؟ إذا كان هذا دليل على النجاسة فلماذا لا يوجد هذا في البول؟ لماذا لا يوجد في التطهير من البول، في التطهير من الغائط، في التطهير من الدم، في تطهير الميتة؟ لماذا لم ينص الحديث على الغسل ثلاثا؟ فالإمام مالك يرى أن النجاسات لا يقدر في تطهيرها بقدر، إنما النجاسة تغسل حتى تطهر، لا يحد فيها حد ولا يعد فيها عد. وبالتالي لما جاء الحديث بالعدد عرفنا أنه ليس المراد النجاسة وإنما المراد فقط التعبد، فليغسله سبعا تعبدا وليس للنجاسة. وإلا فإن هناك نجاسات هي أشد نجاسة من نجاسة الكلب، ومع ذلك لم يشترط فيها العدد، مثل نجاسة الغائط مثلا. دي طريقة الإمام مالك. ويستند الإمام مالك لذلك، أو يؤيد الإمام مالك ذلك أيضا بالآية اللي في سورة المائدة في الصيد، فكلوا مما أمسكنا عليكم. فكلوا مما أمسكنا، مما أمسكنا، ما التي أمسكت؟ ماذا أمسكنا؟ الكلاب، صح؟ مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني مما أمسكت الكلاب عليكم. وهنا القرآن يعني استعمل جمع المؤنث مع الكلاب لاعتبار بلاغي ليس محله الآن، لكن أنا بقول لك إن المراد من الآية اللي احنا عايزينه فكلوا مما أمسكنا يبقى مما أمسكت الكلاب عليكم. هل هذه الآية قالت فكلوا مما أمسكت الكلاب بعد أن تطهروه أولا؟ هل الآية قالت هذا؟ قالت على الإباحة فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم تشترط طهارة الممسوك، لم تشترط طهارة تطهير الصيد قبل أن تأكله، فدل ذلك عند الإمام مالك على أن الكلب طاهر، لأنه لو لم يكن طاهرا لما جاز أكل ما تصيده الكلاب إلا بعد تطهيره، فكانت الآية دليلا على طهارة الكلاب. هذا الكلام أخذه ابن القاسم وقال إن الكلب طاهر. إذن ابن القاسم يتفق مع المذهب المالكي، مذهبه في طهارة في طهارة الكلب، وكذلك يتفق مع مذهبه في طهارة الهر، في طهارة القطة. قال إن في القطة حديث سيدنا أبي قتادة لما سكب وضوءه للهرة فأنكرت عليه زوجته ذلك، فقال لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فدل ذلك على أن الهر طاهر. فدل ذلك على أن سؤر الهر إيه يا شباب؟ على أن سؤر الهر طبعا الهر الأول طاهر، فترتب على ذلك طهارة لعابه، فترتب على ذلك طهارة سؤره. نعم، طب ليه بقى ما انت ماشي مع المذهب المالكي هو ابن القاسم، ليه جت عند السباع وقف؟ لماذا توقفت عند السباع؟ إذن السباع نجس عند ابن القاسم
عدا هو الكلب ده مش من السباع، يعني الكلب ده من ايه؟ زي الفراخ الكلب ده ولا ايه؟ سباع برضو. طب والهر؟ الهر من فصيلة السباع وإن كانت مستأنسة عندنا، تمام؟ يعني الكلب في ناس بتربيه، احنا مش بنتكلم في ان ده صح ولا غلط، لكن يعني قد يستأنس الكلب، لكنه من فصيلة السباع، فهما مستثنيان عند ابن القاسم. تعال انظر إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، المذهب الأخير في الموضوع. والإمام أبو حنيفة قاعدته إيه؟ إن غير مأكول اللحم، بالضبط كده، لعابه نجس، غير مأكول اللحم لعابه نجس، وهو بيشرب بإيه؟ باللعاب، إذن سيتنجس الماء من اللعاب. الإمام أبو حنيفة نظر إلى معقولية هذه النصوص، فوجد أن القرآن بيقول إنه رجس، دي أدلة الإمام أبو حنيفة على القاعدة اللي هو خرج بيها. الخنزير فإنه رجس، الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، اللعاب بتاع الكلب نجس. وخد بالك أنت هنا فرق أبو حنيفة عن الشافعي، إن أبو حنيفة عنده اللعاب بتاع الكلب بس هو اللي نجس، مش كل الكلب، إنما الشافعي عنده إيه؟ الكلب كله نجس، فلو مسك من أي مكان برطوبة يصبح نجس، إنما الإمام أبو حنيفة عنده إيه بس؟ اللعاب، فلو مسك الكلب بأي رطوبة تانية من غير اللعاب ما يحصلش مشكلة، طاهر. طيب الإمام أبو حنيفة بدأ يجمع هذه النصوص، ونص الهر طهور الهر إذا ولغ إلى آخره، بدأ يجمع النصوص التي تدل على النجاسات، فوجد علة معقولة، وهو أن هذه الحيوانات التي قيل بنجاستها من هذه النصوص إنما هو لحرمة أكل لحمها، وبالتالي خرج بالقاعدة وهو أن غير مأكول اللحم لعابه نجس. يبقى إذن الإمام أبو حنيفة هنا ما بيستدلش بخصوص النصوص، إنما بيستدل بمجموع النصوص، جمع النصوص فوجد كل اللي فيها غير مأكول اللحم، فقال إذن ليس المراد خصوص الكلب، ليس المراد خصوص الخنزير، إنما المراد كل نجس، كل غير مأكول اللحم كله يكون نجسا. وأصل الهر كذلك، إلا أنها من الطوافين عليكم والطوافات فرخص فيها، إنما هي أصلها الهر سبع، أصلها من فصيلة السباع، فكان الأصل أن يكون أن تكون يكون سؤرها نجس، إلا أنه قد عفي عنها لعلة التطواف. ده طريقة الإمام أبو حنيفة، أو دليل الإمام أبو حنيفة على أن غير مأكول اللحم إيه؟ كله يكون نجس، سباع، كلب، يعني كل السباع بما فيها الكلب والخنزير. طيب من الذي قال بنجاسة المشرك يا شباب؟ الذي قال بنجاسة المشرك هم الظاهرية، حملوا اللفظ فإنه إنما المشركون نجس، حملوا اللفظ على ظاهره، بينما وجد جمهور الفقهاء أن سؤر المشرك مثل سؤر المسلم لا فرق، وإن النجاسة هنا هي نجاسة الشرك، مش النجاسة الحقيقية العينية لهذا الشخص، فالنجاسة هي نجاسة الاعتقاد، فهي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، مثل الإنسان. يعني الحنفية عندهم حاجة يسموها النجاسة الحكمية. النجاسة الحكمية الإنسان صاحب الحدث، الإنسان صاحب الحدث يسموه نجس نجاسة حكمية، ولذلك أنت لو تذكرت الماء المستعمل عند أبو يوسف إن هو نجس، ليه؟ قال لك ده هو استعمل في النجاسة الحكمية. فالحنفية عندهم نجاسة حكمية وهي نجاسة الحدث. طب زميلنا ده مش متوضي، عند الحنفية نجس نجاسة حكمية، معنى ذلك انه لو شرب شوية مية يبقى المية نجسة؟
معنى كده؟ لأن دي نجاسة حكمية، نجاسة الحدث. فعند جمهور الفقهاء يرى هذا الكلام في المشرك، أن نجاسته هي نجاسة حكمية فقط وليست نجاسة حقيقية. حكمية يعني إيه؟ يعني لا تؤثر في أعيان الأشياء، وإنما تؤثر في قضية الحدث فقط. فالمشرك ده ما يجيش يصلي مثلاً، ما نقبلش منه أي عمل من أعمال العبادات قبل أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن النجاسة الحكمية هنا مؤثرة في قضية التكاليف الشرعية، إنما مش في قضية الأعيان. ولذلك لو إن المشرك ده نجس، لو افترضنا إن المشرك ده هو نجس نجاسة عينية، طب لو هو دخل الإسلام دلوقتي هنقول له روح اغتسل وشيل عنك النجاسة بتاعت الشرك، هات صابونة نظيفة واغسل النجاسة بتاعت الشرك. يعني لو هو قال لا إله إلا الله ومات الآن، يموت على الإسلام ولا لا؟ يموت على الإسلام وتغفر له كل ذنوب، وحظه كده، حظه أنه ما كملش الحمد لله. ففي الحالة ديت إذن قضية النجاسة هي نجاسة حكمية، ده رد جمهور الفقهاء على ابن حزم الظاهري في كون المشرك نجس. طيب واضح كده اختلافات الفقهاء يا مشايخ؟ تعال معايا بص كده للكتاب ونشوف فيه بعض الأشياء. طبعا انت لو مشيت معايا في الهر عندك بعد ما ابن رشد عرض أسباب الخلاف وبدأ يأتي بالآثار، الخنزير وبعدين المشرك، وبعدين جاب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وبعدين جاب الهر، لماذا بعض الفقهاء يرى أن الهر نجس؟ قال حديث كرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة، طبعا ابن سيرين من التابعين يروي عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين. ابن رشد بيعقب على هذا الحديث بيقول وكرة ثقة عند أهل الحديث، كرة ثقة عند أهل الحديث، كرة من التابعين يروي عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله كذا. هذا الحديث هو إحنا شايفين أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه روي من طريق كرة أيضا موقوفا على أبي هريرة. وكان فيما يقول الطحاوي أن كرة كثيرا ما يوقف الحديث على أبي هريرة، ابن سيرين كان تلميذ لأبي هريرة في الحديث. لكن عند الترجيح بين الوقف والرفع، الظاهر في هذا الحديث وقفه على أبي هريرة، روي مرفوعا نعم كما هو هنا، وروي موقوفا، والأصح والله أعلم وقفه على أبي هريرة. ولو قلنا أنه موقوف على أبي هريرة إذن هو قول صحابي يحتمل الاجتهاد، يحتمل الاجتهاد، ليس نصا في الموضوع، لأن مسألة إذا ولغ الهر من السهل أن يكون اجتهادا من سيدنا أبي هريرة ما دمنا رجحنا روايات الوقف على أبي هريرة. نعم. وأما السباع فحديث ابن عمر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم برضو حديث أيضا هذا الحديث اللي عندكم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا. نعم. وبعدين ذكر حديث سيدنا عمر في مسألة الحياض والآبار التي يريدونها، لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب طهور. وبعدين ذكر حديث الهر. وبعدين بدأ ابن رشد بعدما ذكر الآثار يحلل الآثار، فقال فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار ووجه جمعها مع القياس المذكور. معنى القياس هنا إيه؟ الأصل، وهو أن كل حي طاهر، ما دام كل ميت نجس بمعنى ذلك ان الموت هو اللي يعمل النجاسه، اذن الحياه تعمل الطهاره. طيب بدا يحلل كلام الفقهاء ويبدا يحلل مشهور مذهب الامام مالك في ان كل حي طاهر، من ان كل هذه النصوص
إما صحيحة غير صريحة وإما ضعيفة، لا مثل حديث كرة هذا عند الإمام مالك هو حديث ضعيف بتاع الهر، فلم يعمل به. وبعدين بعد ما خلص كلام الإمام مالك في الروايتين بتوعه نزل للإمام الشافعي، الإمام الشافعي عنده إيه اللي نجس؟ الكلب والخنزير. اقرأ معايا بقى بتاعة الإمام الشافعي كده بيقول إيه؟ وأما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان الحي، ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سؤره. ماشي، ظاهر الحديث الهون إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سؤره، وأن لعابه هو النجس لا عينه فيما أحسب. إيه رأيك أنت في الكلام ده؟ ما رأيك في هذا الكلام؟ لا يصح. تمام، على المذهب، على ما في بطون مذهب الإمام الشافعي والشافعية، إن الكلب كله إيه؟ مش اللعاب. وهو طبعا ابن رشد احنا نشكره الحقيقة في هذا، لأنه قال فيما أحسب، ما قالش وأن لعابه هو النجس لا عينه راح ماشي ما طصش ومشي، إنما قال إيه؟ فيما أحسب، فيما أظن من أفعال الكروب. فأن لعابه هو النجس، يبقى أنت بتعمل كده خط تقول إن الكلب كله نجس عند الشافعية. وأنه يجب أن يغسل الصيد منه، وكذلك استثنى الخنزير لمكان الآية المذكورة قوله تعالى فإنه رجس. وأما أبو حنيفة، عرفنا الإمام أبو حنيفة رأى هذه النصوص من أن هذه النصوص من باب الخاص، أريد به العام، أريد به كل حيوان غير مأكول اللحم. طيب، وأما بعضهم فحكم بطهارة سؤر الكلب والهر، فاستثنى من ذلك السباع فقط. وهو مذهب مين اللي استثنى السباع فقط؟ مذهب مين؟ ابن القاسم. أما سؤر الكلب خلاص، هو بيحلل كلام ابن القاسم، وإحنا حللناه إن الكلب طاهر عند ابن القاسم علشان نفس أدلة المالكية، وكذلك الهر. تمام. وأما أبو حنيفة فقال كما قلنا بنجاسة سؤر الكلب، ولم يرى العدد في غسله شرطا في طهارة الإناء. يعني أبو حنيفة كما قلنا إنه يرى لعاب الكلب فقط، ولعاب غير مأكول اللحم فقط هو النجس. فلما جينا لأبو حنيفة قلنا له بس أنت بتقول لعابه هو النجس لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم إلى آخره. قال قلنا له يبقى كده هيغسله سبعة؟ قال لا، مش هيغسله سبعة، يغسله حتى يطهر، حتى ولو تطهر بثلاث مرات فقط يكفي. انت بتعمل بالحديث ولا ما بتعملش بالحديث؟ قال انا بعمل بالحديث في حتة وما بعملش به في حتة تانية. انا بعمل بالحديث في الحكم بنجاسة لعاب الكلب، فالحديث حجة في نجاسة لعاب الكلب إذا ولغ. يعني ولغ نزل برجليه في الإناء، أمال نزل بإيه؟ يبقى اللعاب بس. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ما أقدرش بقى أكمل بعد كده حتة سبعة دي. ليه؟ لأن سيدنا أبو هريرة اللي روى الحديث أفتى بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، وعند الإمام أبو حنيفة في أصول مذهبه إذا خالف الصحابي ما رواه فإنه لا يعمل بما رواه، لأن معنى ذلك أن ما رواه قد نسخ. وخد بالك أنت ممكن تقول لي ما نسخه على كلام أبو حنيفة نسخ، يبقى نسخ كله. لا، النسخ يا شباب مش شرط أبدا يدخل الحديث من أوله إلى آخره، ده قد يدخل لفظة واحدة ويبقى الباقي على الأصل، بدليل أن سيدنا أبو هريرة أفتى بنجاسة الكلب وأن يغسل الإناء منه ثلاثا. إذن الإمام أبو هريرة وافق فتواه الحديث
في شيء وهو نجاسة الكلب، إنما خالف فتواه الحديث في العدد الثلاثة والسبعة، فيبقى النسخ في قضية السبعة، إنما يبقى الحديث دالا على النجاسة. ودي طريقة الإمام أبو حنيفة في إنه لا يشترط أن يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، أهم حاجة يطهر، أهم حاجة أن يطهر. نعم. وبعدين ابن رشد بعد هذا الكلام الطويل قال: فهذه هي الأشياء، هذه النصوص وتحليلاتها التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة، وقادتهم إلى الافتراق فيها. والمسألة اجتهادية محضة، يعسر أن يوجد فيها ترجيح، يعسر أن يوجد فيها ترجيح. طبعا أنت لو سألتني شخصيا عن الترجيح في هذه المسألة فالنفس لدي يعني تطمئن إلى مذهب الإمام الشافعي في هذا، وهو إني سؤر الكلب والخنزير فقط هو النجس. ولعل الأرجح، ولعل الأرجح أن يستثنى من طهارة أسآر الحيوان الكلب والخنزير والمشرك لصحة الآثار الواردة في الكلب. خلي بالك، هل وإحنا بنقول الآراء جبنا رأي في إن سؤر الكلب والخنزير والمشرك فقط هم دول اللي نجسين؟ ما لقيناش. صحيح ابن حزم الظاهري بيقول إنه الكلب نجس، لكن ما موقفه من الكلب، وما موقفه من سائر السباع، وما موقفه؟ فالمسألة هنا أنا عايز أقول ابن رشد أتى بقول جديد له يتبناه، وهو أن الأشياء النجسة هو الكلب والخنزير والمشرك لصحة الآثار. طيب والله إذا كان لصحة الآثار وهنقف على هنا فإحنا معاك، لكن هل الفقه عمله في صحة الآثار فقط؟ والمشرك لصحة الآثار الواردة في الكلب، ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير والمشرك من القياس من الأصل، وهو أن كل حي طاهر، وكذلك ظاهر الحديث، وعليه أكثر الفقهاء. أنا مش عارف إيه اللي عليه أكثر الفقهاء الحقيقة، يعني هل أكثر الفقهاء قال بنجاسة المشرك؟ إن كان بيتكلم عن الكلب والخنزير ماشي، فإحنا موافقين أنه عليه أكثر الفقهاء، إنما أبداً المشرك ليس عليه أكثر الفقهاء. وبعدين قال: فإن الأمر بيعلل بقى لقضية إن الكلب لماذا هو نجس، وإنني أنا ابن رشد المالكي سأترك مذهب مالك في قضية الكلب، لماذا يعني أخرج عن حظيرة المذهب المالكي وأقول إن الكلب نجس؟ هيبدأ يقول: فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه. ده دليل ابن رشد على نجاسة سؤر الكلب. في حاجة اسمها التخييل والمناسبة في أصول الفقه، والإمام الغزالي عمل كتاب كامل في التخييل في قضية العلة المخيلة المناسبة للحكم. إحنا عندنا يا شباب من شروط العلة، من شروط العلة حتى تكون علة معقولة المعنى يمكن أن يقاس عليها، أن تكون مناسبة للحكم، اللي احنا بنسميها أن توافق مقصد الشرع في الحكم، يعني أن يكون الباعث إلى تشريع الحكم متوافرا فيها. معناه ده اسمه التخييل أو المناسبة. نيجي نطبق الكلام ده على اللي بيقوله ابن رشد وعلى الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ابن رشد بيقول لك الكلب نجس. ليه يا ابن رشد الكلب نجس؟
قال كون ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان احنا نريق الماء، وإراقة الماء هذا تضييع له اذا كان طاهرا مطهرا، كون ان النبي يقول ان احنا نريق الماء ونغسل الإناء ونغسله مرات عدة، هذا مناسب لقضية النجاسة. فطبيعي أما الإنسان يتلوث عنده الإناء مجرد التلوث بيغسله، فما بالك بإن النبي جعله يغسله سبعا. إذن هذا مناسب لأن نقول إنه نجس. أما قضية العدد فهو تغليظ كما قال الشافعية، فهو تغليظ، لا نقول إن العدد مرفوض وإنه دليل، ده كلام ابن رشد، وإنه دليل على الطهارة، لا، نقول إنه دليل على تغليظ النجاسة، وبالتالي يكون الكلب نجسا فيكون سؤره نجسا. وبعدين ابن رشد بعدما ساق هذا الكلام بيقول إيه؟ قال القاضي. القاضي مين؟ لا مش القاضي عبد الوهاب، القاضي نفسه، القاضي عينه، القاضي ذاته. مين بقى؟ ابن رشد الحفيد، ابن رشد الحفيد، وهو كان قاضي وجده كان قاضي برضه، بس شوف هنا بيقول لك إيه؟ قال القاضي وقد ذهب جدي رحمة الله عليه في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى. خد بالك المالكية شافوه معقول المعنى، المالكية شافوا حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم معقول المعنى، أمال شافوه إيه؟ نظروا له إيه؟ تعبدي. فبيقول أنا كما رأيت أن الحديث معقول المعنى، فقد وجد جدي أيضا أن الحديث معقول المعنى، لكن معقولية المعنى عندي تختلف عن معقولية المعنى عن جدي. وقد ذهب جدي في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى، لكن ليس من سبب النجاسة، ليس كما قلت، ليست المعقولية هنا هي نجاسة الكلب، وإنما المعقولية عند جدي شيء آخر، بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كلبا فيخاف من ذلك السم. في كلب وفي كلب، الكلب اللي هو داء الكلب وهو السم، يقول لك أما الكلب يغضب ويتحكم به الغضب ينفث السم من لعابه. فجد ابن رشد اللي هو ابن رشد الجد بيقول الحديث معقول المعنى، وهو إن لازم نغسل الإناء فعلا من ولوغ الكلب، لكن لا بسبب النجاسة، لا بسبب نجاسة الكلب، وإنما بسبب السم الذي وقع من لعاب الكلب حين ولغ في هذا الإناء، لأنه إذا ولغ في هذا الإناء فقد يكون غضوبا، لأن الكلب عندما يغضب ينفث السم، فقد يكون غضوبا في هذا الوقت فينفث السم في الماء فيتضرر به الإنسان. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغسل الإناء من الكلب لسبب هذا المعنى، وهو السم وليس النجاسة، وليس النجاسة. قال ولذلك جاء هذا العدد، جد بيقول ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسل الإناء، فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض. لو أنت تتبعت النصوص الصحيحة في قضية السمع تلاقي في صحيح البخاري من تصبح بسمع تمرات وقاه الله من السم والسحر، من تصبح بسبع تمرات فعل كان كذا وكذا،
فكلمة سبع في أحاديث كثيرة في الرقية حتى أن الإنسان يرقي نفسه أو يقرأ سبعا أو يفعل كذا سبعا. ولذلك ابن جد ابن رشد بيقول مسألة السبع دي موجودة في الرقية وموجودة في العلاج وموجودة في المداواة، إذن فليس ببعيد أن يكون غسل الإناء من باب العلاج والمداواة من السنة. وهذا الذي قال رحمه الله هو وجه حسن على طريقة مين؟ وهذا الذي قاله جده إن السم هو السبب مش النجاسة، وجه حسن على طريقة المالكية. ليه وجه حسن على طريقة المالكية يا شباب؟ لماذا وجه حسن على طريقة المالكية بالذات مش وجه حسن وخلاص؟ لأن المالكية لم يروا معقولية النص ولم يروا نجاسة الكلم، فهو بيقول جدي بهذا يتفق مع سائر المالكية في أن الكلب طاهر، إذن لم يخرج عن عباءة المذهب المالكي كما خرجت أنا، فهو تحت المذهب المالكي أن الكلب طاهر. طب لماذا نغسل الكلب تعبدا؟ لا، ليس تعبدا وإنما المعقولية هي السم. إذن في النهاية سينتج على طريقة المذهب المالكي إن جده متفق مع المذهب المالكي في أن الكلب طاهر وأن هذا الماء طاهر لكنه ضار بالإنسان، فلذا أمرنا بإراقته وغسل الإناء منه. نعم، كل الباقي يعني تعليل لمسألة السمية يعني مش أكثر من حتى لا نطيل في هذا الكلام. وبعدين آخر فقرة يقول وتعليل ذلك بأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. داء لا بيتكلم على الزهور. وأما ما قيل في المذهب من أول هنا، وأما ما قيل في المذهب من أن هذا الكلب هو الكلب المنهي عن اتخاذه أو الكلب الحضري فضعيف وبعيد من هذا التعليل. يعني ايه الكلام ده؟ عايز يقول ان بعض العلماء القليلين في مذهب الإمام مالك بيقول ان الكلب الذي أمرنا بإراقة الإناء من ولوغه وغسل الإناء منه سبعا تعبدا انما هو الكلب إنما هو الكلب المنهي عن اتخاذه. ما هو الكلب المنهي عن اتخاذه؟ إلا كلب صيد أو كلب زرع أو كلب حرس. يقول لك لو كلب من الثلاثة دول ولد ما يضرش على ما قيل كما عبر ابن رشد في المذهب المالكي. لو واحد من الكلاب دول ولد ما يضرش، المية بتاعته تتطهر بها تتوضى بها عادي وما تغسلش الإناء ولا حاجة. ليه؟ لأن هذا النوع من الكلاب مأزون في اتخاذه، إذن فهو مأزون في كل آثاره. أو الكلب الحضري اللي هو الكلب اللي عندنا ده اللي بيمشي في الشوارع ده، بما إنه مش كلب صيد ولا بتاع فضعيف. قال ده كلام ضعيف لأن الكلب كلب واحد مفيش فرق، مش ده الكلب وده الحج كلب وده سيد الحج كلب، هو كل فصيلة واحدة. لكن كل القضية أن هناك يعني المسألة أن الكلب مركب من أجزاء هذه ومركب من نفسية وطبيعة لا تختلف باختلاف أنواع الكلاب، كما أن الإنسان مركب من نفسية وطبيعة لا تختلف باختلاف أنواع الإنسان. فكل مولود يولد على الفطرة. هل يوجد مولود لا يولد على الفطرة حتى ولو كان أبواه كذا وكذا؟ أبدا، الوضع واحد تمام. إلا أن يقول قائل إن ذلك أعني النهي من باب التحريش في اتخاذه
يعني النهي ده هو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، يعني ليس المراد غسل الإناء، وليس المراد إراقة الإناء، وليس المراد كل هذا، وإنما هو هذا من باب الزجر لمن يتخذ الكلاب ويجعلها في بيته ويجعلها تلامسه وتخالطه وكذا. ففي هذه الحالة يحمل الحديث على التغليظ والزجر فقط. طبعا ولسنا مع هذا، إنما مع إما أن نقول كما قال الإمام مالك، وإما أن نقول كما قال الإمام الشافعي وتبعه كثير من الفقهاء، في أن هذا الحديث دليل على نجاسة الكلب أيا كان نوع هذا الكلب، حتى ولو كان المأذون في اتخاذه. المسألة الخامسة، اختلف العلماء في أسئلة الطهر على خمسة أبواب. طبعا مسألة أسئلة الطهر، وأنا أحب أن أشير إليها ولا أحب أن أفصل فيها تفصيلا، لأن يعني لا أراها في نظري من الأهمية بمكان، لكن أعطيكم فكرة عنها. هو يتحدث عن قضية صغر الرجل وصغر المرأة. إحنا اتفقنا صغر الإنسان طاهر ولا غير طاهر؟ طاهر. لكن يبقى هل هو مطهر ولا غير مطهر؟ هو ده السؤال الذي يشرحه في هذه المسألة. هل صغر الرجل وصغر المرأة ما دمنا متفقين على إنه طاهر، لكن هل هو مطهر فيجوز للإنسان أن يتوضأ بصغر المرأة المتبقي مما شربته أو مما توضأت منه أو غير ذلك، ولا لا يجوز له أن يتوضأ؟ وكذلك هل للمرأة أن تتوضأ بصغر زوجها أو بصغر الرجل بصفة عامة أم لا؟ هذه المسألة التي معنا. جمهور الفقهاء يرى أنه لا فرق بين صغر الرجل وبين صغر المرأة في كونه طاهرا مطهرا، فكل أسآل البشر طاهرة مطهرة. واستدل على ذلك بأحاديث صحيحة، منها حديث السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضلها، من فضل ما أبقته السيدة ميمونة رضي الله عنها. ومنه ما روي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وأزواجه من إناء واحد، كان يغتسل هو وأزواجه من إناء واحد. فدل هذا على أن صغر الرجل يجوز للرجل أن يتوضأ بصغر المرأة والمرأة كذلك بهذه النصوص. وهذا كما قلت مذهب الجمهور. أما مذهب الإمام أحمد الذي خالف به الجمهور، قال إنه يشترط حتى يكون الماء طاهرا مطهرا أن يغترف الرجل والمرأة معا من إناء واحد في وقت واحد. ليه؟ قال لأني عندي حديث صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بما أفضلت المرأة، وأن تغتسل المرأة بما أفضل الرجل، وليغترفا جميعا، وليغترفا جميعا. فقال علشان يكون طاهر مطهر لابد ان هما يغترفوا مع بعض، انما لو اغترف احدهما بعد الاخر فانه لن يكون مطهرا، فانه لن يكون مطهرا. ده مشهور مذهب الامام احمد. في راي ثالث لابن حزم ومن تبعه انه لا يجوز للرجل ان يتوضا بما افضلت المراه، ويجوز للمرأة أن تتوضأ بما أفضل الرجل. واستدل على ذلك بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتوضأ بما أفضلت المرأة. استدل ابن حزم ومن تبعه بهذا على أنه لا يجوز للمرأة أن تتوضأ بما أفضل الرجل، إنما لو اغترفوا مثلا مع بعض الاثنين يجوز، هذا وذاك الاثنين يجوز لا بأس. بعد هذا أنا أقول لك الراجح إيه، أو أنت ماذا ترى في رجحان هذه النصوص؟ يعني
والله أعلم هو مذهب جمهور الفقهاء من أن سؤر الرجل وسؤر المرأة طاهر مطاهر في كل الأحوال، سواء اغترف جميعا، وهذا هو الأفضل خروجا من خلاف الإمام أحمد لأنه روى حديث صحيح، أو سواء لم يغترف جميعا، وهذا يؤيد حديث السيدة ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما أفضلته السيدة ميمونة، فإذا كان النبي توضأ من فضلها من باب أولى أن تتوضأ من فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان جاز للرجل أن يتوضأ بما أفضلت المرأة جاز للمرأة أن تتوضأ بما أفضل الرجل. والإمام أحمد فيما روي عنه وأنه قال إن هذه الأحاديث، يعني هذه المسألة ليس فيها حديث ثابت، وطبعا كلمة ثابت هنا يعني لا أظن إن الإمام أحمد يريد بالثبوت هنا الصحة، وإنما يريد بالثبوت هنا الصراحة في وجهة نظري، لأن الأحاديث صحيحة في منها ما هو في البخاري، والإمام أحمد إمام أهل السنة لا يخفى عليه صحة هذه الأحاديث، إنما قضية ثابت يعني حديث يرتكز عليه من حيث الدلالة، من حيث الدلالة كما يرتكز عليه من حيث الثبوت. وبالتالي بيقول والله إذا كان يجوز للناس أن يتوضأوا بفضل البهائم، ألا يجوز من باب أولى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل الرجل؟ فهذا من باب أولى. نعم، هذه هي المسألة. المسألة السادسة والأخيرة بإذن الله تعالى قبل عيد الأضحى المبارك، اللي هي مسألة الوضوء بنبيذ التمر. المسألة السادسة، صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأنصار إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر. خذ بالك في السفر، لحديث ابن عباس أن ابن مسعود خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل معك من ماء؟ فقال ابن مسعود معي نبيذ في إداوتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبر، فتوضأ به صلى الله عليه وسلم وقال شراب طهور. وحديث آخر بمثله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمرة طيبة على التمر، ثمرة طيبة وماء طهور. هذا الحديث فيه حكم الوضوء بنبيذ التمر. هل تعرفون النبيذ؟ قلت من غير سكر. اشمعنى من غير سكر؟ ده الخمره اللي بيحطوا عليها سكر. النبيذ يا شباب الاخوه الوافدين واكثركم طبعا الوافدون، النبيذ في اللغة العربية يختلف عن النبيذ المترجم من اللغات الأجنبية. فالنبيذ المترجم من اللغات الأجنبية معناه الخمر فقط، إنما النبيذ عندنا في اللغة العربية قد يكون حلالا وقد يكون حراما، إذن قد يكون خمرا وقد يكون عصيرا عاديا، كل هذا اسمه نبيذ. فإذا أسكر كان خمرا، نبيذ خمر، وإذا لم يسكر كان حلالا، كان عصير من انت بتشربه في عصارة القصب أو بتعمله في تصفية رمضان. فالنبيذ الذي يتحدث عنه الإمام أبو حنيفة هو النبيذ اللي هو العصير. يعني إذن إحنا كده بنبدأ نحكم المسألة اللي هي معانا، بنضيقها ونشوف هي فين. في النبيذ الحلال العصير، إنسان ألقى تمر في ماء وتركه فصار حلوا، هذا نبيذ. ما حكم الوضوء بهذا النبيذ؟ فالإمام أبو حنيفة كما سمعت وقرأت يرى صحة الوضوء بهذا النبيذ، يعني يرى أنه طاهر مطهر. طب هو طاهر ماشي، طب لماذا مطهر؟ قال الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. إيه ليلة الجن دي؟
الليلة التي استمع فيها الجن القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذه ليلة الجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن مسعود هل معك من ماء؟ قال لا، إنما معي نبيذ تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة طيبة وماء طهور. إذا عده النبي صلى الله عليه وسلم ماء طهورا فيجوز التطهير به. ده مذهب الإمام أبو حنيفة. طبعا الإمام أبو حنيفة إذا قلنا هذا الكلام فقط ووقفنا فهو بهذا خالف جمهور الأمة من أنه لا يجوز الوضوء بالعصير، إنما يجوز الوضوء بالماء المطلق فقط. لكن أقول إن في مذهب الإمام أبو حنيفة ثلاث روايات وعليها يحمل هذا الكلام. أن الإمام أبو حنيفة قال مرة عن نبيذ التمر هو طاهر غير مطهر، إذن لا يجوز به الوضوء. وقال مرة يتوضأ الإنسان به ويتيمم، يعني للاثنين. وقال مرة هو طاهر مطهر، يبقى ده كم مرة؟ ثلاث روايات. حمل الحنفية أو حمل بعض الحنفية تأويلا لهذه الروايات كالتالي. قال الرواية التي قال فيها أبو حنيفة إنه طاهر مطهر، هذا كان عبارة عن يقصد به الإمام أبو حنيفة نبيذ ألقي فيه ماء ألقي فيه تمر، لكن لم يتحلل هذا التمر بكليته وإنما غير من طعم الماء فقط، إذن لم يغير أوصاف الماء كلها وإنما غير من طعم الماء شيئا، فهذا اسم نبيذ لأنه نبذ فيه التمر وقع فيه التمر فصار حلوا لكنه لم يصر عصيرا بالمعنى المعروف. فهذا لا مانع منه، لا مانع من التطهير به عند الإمام أبو حنيفة. وقواعد الحنفية كما ذكرنا في الماء الذي خالطه شيء طاهر إن هم أكثر من ضيق في هذه المسألة، وقالوا إن الماء الذي خالطه شيء طاهر يجوز التطهير به ما لم يغلب الطاهر عليه بالطبخ أو بكونه صار عصيرا من جميع الوجوه. وبالتالي إذا كان النبيذ مجرد شيء ألقي في الماء لكن لم يتحلل تحلل تام فهو عبارة عن ماء خلطه شيء طاهر لم يغلب عليه، هذا اسم نبيذ برضه فيجوز به التطهير. أما الرواية التي قال أبو حنيفة إن الإنسان يتوضأ ويتيمم، فهذه هي الرواية التي حدث فيها الشك في قلب الإمام أبي حنيفة بسبب أن النبيذ تحلل شيئا كثيرا لكنه لم يصر عصيرا تاما، فهنا شك الإمام فقال إذا من باب الاحتياط يتوضأ الإنسان وأيضا يتيمم. أما الرواية الثالثة وهي التي يقول فيها الإمام إنه يتيمم فقط ولا يستعمل هذا النبيذ، فهو النبيذ الذي صار عصيرا خلاص بقى عصير قصب انتهى بقى الخشاف اللي احنا بنشربه ده، بس ده خشاف ايه ده لو انت عامله بقالك مثلا 24 ساعة ولا يعني ساعات طويلة مش عامله قبل الفطار بساعة، لا فده عن الإمام يعني لو انت حاطط التمر كده هو لسه قبل الفطار بساعة او بساعتين، لا مش هو ده اللي انت تتركه، إنما اللي انت تتركه ده تحلل التمر فيه تحلل كبير فده خلاص لا يجوز لك أن تتطهر به وإن كان عصير طاهر يصح أن تشربه. على هذا تتأول أو نتأول الروايات التي وردت عن الإمام أبو حنيفة في الوضوء بنبيذ التمر. إذن ليس كل نبيذ تمر يتوضأ به الإنسان عند الإمام أبو حنيفة. رقم واحد انه يقصد النبيذ الحلال صح العصير،
رقم 2 انه يقصد النبيذ الذي لم يتحلل فيه ما القي فيه من فواكه او من ثمرات الى اخره. والقضيه طبعا مخصوصه عند الامام بنبيذ التمر، بنبيذ التمر. ليه؟ لانه هو الوارد في الحديث، ولا يمكن للامام ان يخرج في العبادات التعبديه الى قضيه القياس، الى قضيه القياس. هذه هي طريقه الامام ابو حنيفه في هذه المساله. وطبعا بالمناسبه يقال او يذكر في الكتب ان الصحابه رضوان الله عليهم لما كانوا يشربون الماء، الماء العذب، كانوا يضعون فيه بعض التمر وبعض الانبذه التي تجعله حلوا. ليه؟ لان الماء لم يكن حلوا، ما كانش ميه زي دي يعني، دي طبعا الله اعلم بيها، بس برضه ما كانش زي دي، في النهايه ما كانش ماء صافي مثل هذا يعني. فكان الصحابه يلقون ايه؟ بعض التمرات، بعض الفواكه، بعض الاشياء دي. حتى يعني احنا عندنا في مصر، في قرى مصر زمان الله اعلم بيعملوا لحد دلوقتي ولا لا، بيحطوا ايه يا ابني في القله؟ مش عارف؟ انت من جيل نعناع. ماشي، نعناع. تمام، يعني بيحطوا اشياء تجعل الماء حلوا. فلو انت جبت القله دي وتوضيت منها، ما ينفعش تتوضى منها؟ ها؟ او كان الامام يتحدث عن مثل هذا في قضيه نبيذ التمر. نعم. طبعا احتج الجمهور على انه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني الشرع او القران قصر الوضوء على الماء المطلق فقط، وقال الصعيد الطيب وضوء المسلم، وان لم يجد الماء الى 10 حجج، فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. ولهم ان يقولوا ان هذا قد اطلق عليه في الحديث اسم الماء، لهم للحنفيه ان يقولوا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في نبيذ التمر ايه؟ ثمره طيبه هو ماء. قالوا ماء، قال عليه ماء برضه، عده ماء وماء طهور. ولهم ان يقولوا ان هذا قد اطلق عليه في الحديث اسم الماء، والزياده لا تقتضي نسخا فيعارضها الكتاب. يعني وللحنفية أن يقولوا هذا الحديث زيادة على أصل الكتاب، والزيادة على أصل الكتاب لا تقتضي نسخ. طب هل ده كلام الحنفية في أصولهم أن الزيادة على الكتاب لا تقتضي نسخ؟ عند الحنفية أكثر من تحدث في هذا الحنفية أن الزيادة على الكتاب نسخ للكتاب. ولذلك هو بيقول ابن رشد: لكن هذا مخالف لقولهم أن الزيادة نسخ. الله، أمال جايبين الحديث ليه؟ ما دام هو زيادة على الكتاب، والزيادة على الكتاب نسخ للكتاب، ليه جايبين؟ لأن هذا الحديث يا شباب الإمام أبو حنيفة يراه حديثا مشهورا، والحديث المشهور يجوز به الزيادة على الكتاب عند الحنفية. الحديث المشهور يجوز به الزيادة على الكتاب عند الحنفية، مثل الحديث المتواتر. طبعا هذا الحديث راى الجمهور الفقهاء انه حديث ضعيف، وانتم كما ترون هناك اختلاف في التصحيح والتضعيف. وعلى كل الاحوال، على كل الاحوال احنا وفقنا بين مذهب الامام ابي حنيفه ومذهب الجمهور في ان هناك 3 درجات للنبيذ شرحناها. درجة واحدة فقط للنبيذ يتأول بها كلام الإمام أبو حنيفة أنه يجوز الوضوء به، وهو النبيذ الذي لم يتحلل ولم يتخلل فيه التمر تخللا تاما. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.